أخبار اليوم. تحتضن البطولات العربية والأفريقية والدولية. إنها مصر مهد الحضارة، إنها مصر التي تثبت للعالم يوماً بعد يوم أنها أرض الأمن والأمان، وأنها قادرة على استضافة البطولات في مختلف الألعاب جميعاً. في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعلن من خلاله مراسم واستعدادات الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة لاستقبال هذه البطولة التي تستضيفها محافظة بورسعيد، هذه المحافظة التي أصبحت هي الأخرى قادرة على استضافة البطولات القومية والعربية والأفريقية والعالمية. برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. اسمحوا لي أتكلم في نقط بسيطة عن البطولة وفكرة استضافتها. البطولة بطولة أفريقية طبعا هي بطولة مهمة جدا، لأن البطولة دي فيها 40 نقطة اللاعب اللي بيفوز بالتالي على ضوء التصنيف العالمي. في الاولمبياد بيتحدد مكانه على ضوء تصنيفه الاولمبي. ايه الفرق بين التصنيف العالمي والاولمبي؟ اوزان الاولمبياد 4 اوزان في الرجال والنساء، 4 و4 في البطولات العالم بيبقى 8 اوزان، فتوزيع النقط بتبقى مختلفه شويه. البطوله كحدث رياضي هي شيء مهم جدا لاتحاد التايكوندو ووزاره الشباب والرياضه، وحدث مهم لانه مهم ومحطه مهمه للاعبين المصريين اللي تم تاهلهم بالفعل للاولمبياد. بوجهه نظري الشخصيه هو حدث اكثر اهميه لانه بيقام في بورسعيد بعد غياب الانشطه الرياضيه بتوجيه من معالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز ان يكون في انشطه رياضيه لعوده الحياه الرياضيه لمدينه بورسعيد بعد غياب يمكن 2011. وده بيمثل اهميه كبيره جدا بشكل عام ليا شخصيا كاحد ابناء بورسعيد، وبالتالي احنا لازم نساعد. كنا في الاقصر في بطوله الاقصر في اقصى جنوب مصر، وبعدين النهارده احنا رايحين على بورسعيد في اقصى شمال مصر، ودي شيء مهم جدا. الدور اللي بيلعبه الاتحاد، واتمنى كل الاتحادات واعتقد ان ده موجود، ان احنا مشاركه مش مجرد لهدف رياضي فقط، ان هو برضو بيجمع الهدف الاخر اللي هو ترسيخ مفاهيم الانتماء والحب للوطن واشراك الشباب في العمل الشبابي والتنظيمي للبطوله. عندنا حوالي 100 شاب وشابه من كليه تجاره وكليه تربيه رياضيه بيشاركوا في تنظيم الحدث، 100 يعني رقم كبير جدا، ده بخلاف طبعا اللجان الخاصه بالاتحاد. البطولة متوقع كنا متوقعين مشاركة 30 دولة على الأقل من أفريقيا، لحد النهاردة تم تسجيل 20 دولة من داخل أفريقيا. مميزات هذه البطولة وكونها حدث مختلف عن أحداث البطولات الأفريقية يرجع لوجود بطولة مهمة جدا هي بطولة البارا تايكوندو.
البارا تايكوندو تم استحداث لجنه خاصه للاتحاد الدولي لهذه الرياضه ذوي الاحتياجات الخاصه، وليها بطولات عالم، اتعمل 3 بطولات عالم لحد النهارده، ودي اول بطوله تقام في افريقيا. تقام وبتقام في مصر، فده اهميه كبيره لهذا الحدث ايضا. البطوله كمان تنقسم مسابقاتها الى 3 انواع، اللي هي الكروجي اللي هي المسابقات التنافسيه بين 2 من اللاعبين، او البونزا اللي هي الاشكال الحركيه التنافسيه، وال يعني الكرييتيف بونزا برضو هتبقى موجوده، زائد البارا تايكوندو. اتمنى ان شاء الله نجاح البطوله بشكل جيد يسهر صوره. اولا انا برحب بالساده رؤساء الاتحادات واعضاء اللجنه الاوروبيه والدكتور مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضه للقوات المسلحه، وكل الساده الاعلاميين الموجودين، وكل ابطالنا الرياضيين، والقنوات الحقيقه اللي جايه بتغطي الحدث. فاهلا بيكم في المركز الاولمبي، لكن الحقيقه انا سعيد لان كل ما بنيجي في المركز الاولمبي بنشعر الحمد لله ان في حاجه جديده اتعملت والناس بتستخدمها بشكل طيب، وفي يعني شباب كتير جدا من الشباب المصري بيجي بيستخدم المركز الاوروبي. ومبارح الحقيقه كان جاي لي رسائل كتير جدا من في دوره بتتعمل للباسكت هنا في المركز الاوروبي لتحت 16 سنه الانسات، وكانوا مقيمين هنا يعني بقى لهم فتره، فكانت رسائل جايه من انسات في سن 15 16 سنه بيشكروا في المركز الاوروبي في الاقامه، وبيقولوا ان هم سعداء ان حاجه زي دي موجوده في مصر. فانا الحقيقه بحيي القائمين على العمل، وبحيي القوات المسلحه طبعا على تنفيذ هذا الصرح الكبير. ولازم نذكر الدكتور عبد الاحد جمال الدين، هو اللي في عهده اتعمل هذا المكان المتميز جدا في وقت كان يمكن سابق لعصره كتير قوي، واحنا اللي عملناه هو مجرد تطوير، وان احنا حدثنا المكان بما يتلائم بعد حوالي 30 سنه من بدايه انشائه. حاجه ثانيه لازم نتكلم على البطوله للبورسعيد. الحقيقه بطوله التايكوندو اللي هتتعمل يوم 20 21 مايو، الحقيقه البطوله الافريقيه هتتعمل في بورسعيد. الحقيقه بس عايز اقول حاجه، هي اولا هتقام على الصاله المغطاه اللي اتعملت في عهد المهندس حسن صقر، وهي واحده من الصالات المغطاه المتميزه جدا في مصر يعني. وكمان هيبقى في اقامه في المدينه الشبابيه اللي موجوده بورسعيد، جزء من الاقامه هتكون، وهذه المدينه الشبابيه على مياه البحر مباشره، وهي اقيمت في عهد الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب. ولكن احنا الحقيقه بنعمل حاجه كبيره قوي هنقدمها لاهلنا في بورسعيد قبل نهايه السنه، او يمكن مع بدايه السنه الجديده هنعمل مدينه بورسعيد الرياضيه. احنا الحقيقه كان في اماكن هناك بدا العمل فيها زي الصاله المبطله هنلعب عليها، وانتهت محتاجه بعض الصيانه، في حمام سباحه اولمبي ايضا اتعمل في عهد المهندس حسن صقر، لكن كمان كان في ملاعب الهوكي توقف العمل فيها منذ اكثر من 11 سنه دلوقتي او يمكن 10 سنين، وكمان في منطقه كبيره قوي تحيط بهذه الاماكن، احنا بنعمل قريه اولمبيه كامله ان شاء الله هنستكمل فيها، هنطور الصاله المغطاه وحمام السباحه، وهنستكمل ملاعب الهوكي، بنعمل ملاعب كره قدم وسكواش وتنس وهاندبول وصالات نزال للالعاب المغطاه وحمامات سباحه للاطفال، وهنعمل مدينه رياضيه هتبقى حاجه قريبه ان شاء الله كده من مركز شباب الجزيره. احنا خلاص تعاقدنا مع جهاز الخدمه الوطنيه في القوات المسلحه، وتكلفه الاستثمار حوالي 109 مليون جنيه، وحجم العمل ان شاء الله هينتهي في 10 شهور، لكن عندنا ضغط شويه واحتمال ان شاء الله مع بدايه السنه الجديده يكون عندنا مدينه رياضيه متكامله في بورسعيد، بملاعب كره قدم، بسكواش، بتنس، بكره طايره وهاندبول وباسكت، وفي نفس الوقت كمان الصاله المغطاه وحمام السباحه وصالات السكواش. فدي برضو حاجه لاهل بورسعيد. انا سعيد ان البطوله دي هتتعمل هناك، انا متوقع العدد حسب ما كنت بتكلم مع الاستاذ فرج دلوقتي هنتكلم في حدود 500، عندنا حوالي 210 لاعب، عندنا 35 حكم، عندنا اداريين ومدربين، وعندنا رجال الاعلام اللي هيغطوا البطوله، فنتوقع وفي 100 شاب من المتطوعين، نتوقع نزيد عن 500. وكمان اتمنى من المهندس الاستاذ فرج والساده المسؤولين عن البطوله ان شبابنا اللي يكون موجود هناك سواء من اللاعبين او من الاعلاميين او من كل اللي هيشتركوا في البطوله في التنظيم يروحوا يزوروا قناه شرق بورسعيد. انا رحت زرتها الحقيقه، حاجه متميزه جدا، ولازم يشوفوا المكان بقى يعني ازاي وقد ايه التطور اللي بيحصل، يروحوا المينا هناك كمان اللي موجوده ويشوفوا حجم العمل اللي بيتم هناك. الحقيقه مدينه بورسعيد دلوقتي بتستعد انها تستعيد مكانها مره اخرى، فده مكان مهم قوي، وارجو انه على هامش الرياضه يكون عندنا جزء سياحي وثقافي لشبابنا اللي موجود هناك.
البطوله حسب برضو ما يعني المعلومات اللي عندنا يمكن تحسن شويه في الترتيب. احنا عندنا ثلاث لاعبين ولاعبات تاهلوا للاولمبياد، هدايه ملاك وسهام الصوالحي وغفران زكي، هم الثلاثه موجود، سهام وغفران موجودين معانا، هدايه مش موجوده، لكن نتمنى ان شاء الله للثلاثه التوفيق في الاولمبياد، ونتمنى ان شاء الله ان احنا يكون عندنا اول ميداليه اولمبيه نسائيه، نتمنى ذلك ان شاء الله يكون عندنا لاول مره ميداليه للنساء والسيدات في الاولمبياد. عندنا امل كبير ان شاء الله ان احنا نحقق هذه النتيجه، استعداد البطوله ديت عليها مجموعه من النقاط، وفي لسه بطولتين كمان قبل الاولمبياد فيهم مجموعه من النقاط. نتمنى حسب معرفتي ان هدايه صعب تحسن الترتيب بتاعها، لكن سهام وغفران ممكن يحسنوا الترتيب، نتمنى ليهم التوفيق. وانا يعني قابلت سهام كذا مره الحقيقه وغفران، وبالحماس اللي موجود عندهم نتمنى ان شاء الله ان هم في الثلاث اشهر الجايين يكون في استعداد قوي، وان شاء الله يرجعوا لنا بثلاث ميداليات اولمبيه مع هديه ان شاء الله. برضه لازم احيي اللواء احمد الفولي رئيس الاتحاد الافريقي للتايكوندو على المجهود اللي بذله الحقيقه مع الاستاذ فرج العمري علشان يقدروا يجيبوا البطوله ديت في بورسعيد تتعمل، وانا بحييه من هنا وبقول له ان ده المتوقع من اي رئيس اتحاد افريقي من مصر، ان هو يكون بيساعد في ان احنا يكون عندنا بطولات بشكل كويس، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقول يعني نعمل تنظيم يناسب مصر وتبقى بطوله في بورسعيد، ويبقى نبدا ان احنا كل سنه يكون عندنا بطولات مختلفه في كل البقاع المصريه. انا وجهه نظري ان احنا عندنا النهارده بنيه اساسيه رياضيه تستطيع انها تنظم بطولات من اول اسكندريه لغايه اسوان، ما عندناش اي مشكله. احنا يمكن نادي الاهلي هيلعب يوم الخميس على استاد اسوان، ونادي الزمالك لعب قبل كده على استاد اسوان، فدي يمكن من الاستادات القليله كمان اللي احنا ممكن نقيم عليها بطولات. المنتخب القومي لعب على استاد اسوان، فعندنا من اسكندريه لغايه اسوان المنشات الرياضيه متميزه جدا النهارده. طبعا القوات المسلحه ليها باع كبير جدا في المنشات الرياضيه، لكن كمان الوزاره ليها انجازات الحمد لله في الفتره الاخيره، فاحنا اصبحت عندنا البنيه الاساسيه طيبه. النهارده يمكن هنشوف دوري مراكز الشباب، انا سعيد كمان يمكن مجموعه من دوري مراكز الشباب اللي هيشارك في المباراه موجودين معانا النهارده، مقيمين في الفندق من امبارح، يمكن عملوا تدريب او حاجه على الملعب، هيشاركوا المباراه هتتذاع تلفزيونيا على الهواء سواء في قناه النادي الرياضه او في اذاعه الشباب والرياضه. الفرقتين مقيمين من هنا من امبارح، شايف في اهتمام كبير في الحكم الدولي ابراهيم نور الدين هيحكم المباراه، طاقم تحكيم دولي ودافعين فلوس كتير جدا في التحكيم، لقيت الفاتوره بتاعت التحكيم جايه كبيره جدا، انا اول مره اعرف ان الحكام بتاخد المبالغ الكبيره ديت، لكن نهائي دوري مراكز الشباب يستاهل مننا ان احنا يعني يبقى في حكام على مستوى دولي. واحنا في السنه دي في عام الشباب نتمنى ان كل حاجه نعملها تكون الناس تحس بفارق وباختلاف. كمان النهارده احنا مستضيفين لجنه الشباب والرياضه بالبرلمان المصري، هيجوا يحضروا معانا المباراه نهائي دوري مراكز الشباب. مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم الموجودين منه في مصر، في مجموعه موجوده في المكسيك بتحضر اجتماعات الاتحاد الدولي، لكن بقيه الاخوه جايين يحضروا المباراه، فانا شايف ان الحمد لله في تغطيه كبيره لدوري مراكز الشباب. كل اللي انا عايز اقوله ان الرئيس السيسي في كلمته في الفرافره اتكلم عن مجموعه من الرياضيين، كان نفسه يتكلم عن كل الرياضيين الحياة اللي بيشرفونا، لكن انا بقول دي رساله مهمه جدا لينا كلنا ان الدوله مهتمه بالرياضه، الدوله بتقدر ابنائها اللي بيحصلوا على نتائج طيبه، فانا بدعو من خلال الساده رؤساء الاتحادات واعضاء مجلس اداره اللجنه الاولمبيه الدوليه المصريه ان احنا يكون عندنا تركيز اكثر في الفتره القادمه، وده الاجتماع اللي ان شاء الله هنبداه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، ان احنا هنراجع مع الساده المسؤولين في اللجنه الاولمبيه والدكتور مجدي اللوزي رئيس جهاز الرياضه في القوات المسلحه ايه هي استعداداتنا الاخيره للبطوله، وهيستمر اللقاءات من هنا ان شاء الله لغايه ما البعثه تسافر في نهايه شهر 7. فانا بشكركم الاول على تواجدكم.